بابكر، ومنها إلى واحدة من المساحات. كثير جدا من النجوم دائما ما تكون لهم إسهامات مجتمعية مميزة جدا، وفي ظل هذه الجائحة كل يدلو بدلوه من خلال مجموعة من الإرشادات والنصائح والرسائل التوعوية المختلفة. بالتأكيد أحد الموهوبين والدراميين والأكاديميين والكتاب المسرحيين عبر هذه الإفادة للحديث أكثر عن هذه الجائحة والوعي والتوعية من خلال هذه المساحة. ابقوا معنا. انتبه، لا تبرق نجما تجري في وهم الطريق، لا تخش ظلا تستريح تنسى المصايد والحريق، لا تركب الموج البناغم وجلس ناعم بكرة بيعتمدك غريق، لا تصدق العسل البنقد في المثل، لا ترمي نبضك للوحل، لا تغني للقمر العتيق. انتبه انتبه، لازم تفيق، لازم تفيق، لازم تفيق. في غمرة الاهتمام والخوف بمرض الكورونا والعزلة التي فرضت علينا جميعا لاتقاء المرض والاحتياطات والاحترازات، زي قل الاهتمام بالأمراض الثانية اللي هي ممكن تكون برضو في حجم خطورة كبير جدا، منها على سبيل المثال ضيق الشرايين والذبحة الصدرية، واحتمال كبير جدا إنه زول يحس بأعراض الأعراض اللي ممكن تكون ذبحة أو ضيق شرايين وبعدين ما يمشي المستشفى، وبعدين تتفاقم الأعراض وممكن تؤدي إلى الوفاة. واحتمال السبب الرئيسي هو الخوف من الخروج من البيت، الذهاب للمستشفى والتقاط عدوى. لكن من المهم جدا إنه نحن نهتم بهذه الأعراض، وأخطر ما فيها في هذه الأعراض إنك لو ما مشيت بسرعة المستشفى وقابلت الطبيب وبعد ذلك ممكن تكون المسألة تصل لعملية بتاعت قسطرة ويكتشفوا الحاصل شنو ويلحقوه ويعالجوه. أي تأخير أو أي إضافة للزمن بتاع الانتظار ممكن تؤدي للوفاة. طيب، الأعراض الواضحة والمهمة منها، وأنا من الناس اللي عاشوا هذه التجربة وأصبت بهذا المرض اللي هو ضيق الشرايين، إنك أنت بتحس بثقل في الصدر وزمة، وبعدين كل ما تمشي تحس بتعب وفتر ويغلبك المشي وتحس بأنه نفسك لقام تمشي، الأعراض دي تزيد، تجيف الأعراض تزول. هذه الأعراض هي مؤشر لأنه في شيء حاصل في المسألة بتاعت الشرايين دي والقلب. أسرحت بالذهاب للطبيب واتعملت لي عملية بتاعت قسطرة تشخيصية، واكتشف الطبيب إنه عندي ضيق كبير في 2 من الشرايين وفي شريان مقفول نهائياً. بعد ذلك عملوا لي عملية بتاعت قسطرة علاجية، عملوا لي دعامات في الشرايين اللي فيهم الضيق الكبير ده، وفتحوا الشريان اللي أصله مقفول كان. بعد ذلك يعني استعدت صحتي بالتدريج وأنا حسي العال العال. يعني نحن بننصح إذا حسيت بالأعراض دي بالله ما تهملها، أمشي وما حتخسر حاجة. أولاً حتعرف بالضبط الحاصل شنو، احتمال تكون أعراض لمرض ثاني وبرضه يكتشفوا، وبعدين ما تشيل هم القروش، لأنه جمعية القلب بتقول لكم إنه العلاج متوفر في المستشفيات الحكومية وبالمجان، وأكبر مستشفى حوادث في هذا الشأن هو مستشفى الشعب الخرطوم. حسي واضح في العالم كله إنه ما في أي مؤشرات كده إنه في علاج للكورونا، وده أمر يبعث على الغنوط أحياناً وعلى الضيق. طيب، إحنا مهددين بالموت ومهددين نفقد أنفسنا ونفقد أحبانا وأهلنا، وحسي هو ده كل يوم بيحصل، درية إنه إحنا ما قادرين نوصل عشان نعزي، ولا قادرين نشيع أحبائنا، ولا قادرين نرفع الفواتح وننصب الخيمة بتاعت العزاء ونتلبى كسودانيين زي ما عتدنا. فده ده شيء مؤسف ومؤلم. يبقى الحل الوحيد عشان احنا نحيا وننتظر القادم، ولعله يكون
أجمل وأحلى إنه يكتشفوا علاج الكورونا إنه نتبع الخطوات الاحترازية. أولاً التباعد الاجتماعي، التباعد الاجتماعي. ثانياً الكمامة، وراء كل كمامة صحة وابتسامة. فبالله خلونا نحن نهتم ونهزم المرض ده بالصبر وباتباع التعليمات، وما نمرق إلا للحاجات الضرورية. يعني ما في طريقة للمرقة والحوامة والزيارات وما في داعي يعني إحنا زادنا نمشي بأعداد كبيرة عشان نزور آخرين وندخلهم في حرج. يعني إذا أنت ما بتهتم بصحتك فما يعني ما ذنب الآخرين. فعشان كده نحن محتاجين إنه نراجع نفسنا، ولازم نتبع كل هذه الخطوات ونعمل على إنه نتجنب الإصابة بهذا المرض. مع تحيات جمعية القلب السودانية.